السلام عليكم. فيديو اليوم عن كاوية الشعر. إذا عجبك الفيديو أو استفادت شيء جديد من هذا اليوم اعطيني لايك، وإذا كنت ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة رجاء. هذه الكاوية نوع إنزو، الخلل مالتها تفصل أحيانا، هي بالكهرباء تفصل الشاشة أو تقطع الكهرباء ويصير بيها سبارك من أدخل السلك الكهرباء. نلاحظ المواصفات مالتها، طبعا هذه هنا مصففة الشعر، تشتغل عن 120 إلى 220، القدرة مالتها 45 إلى 55 واط. هذا الموديل مالتها، هذا الأزرار بالجانب، زر الباور وزر زيادة الحرارة وتقليل الحرارة. التفكيك مالتها كعادة أي مصففة شعر أو كاوية شعر، توجد كليبسات بلاستيك ضغط المرغي على مود الجمالية، يتم رفعها بأي مفك رفيع. الفتح مالتها يكون برفق، لأن تدرى هاي كليبسات بلاستيكية ممكن تتكسر، فعلى كيفك شوية وياها مثل ما تلاحظون في الرفع بكل سهولة. لاحظ انه يوجد برغي واحد، نفتحه هذا البرغي يلزم المحور على مود لا يخرج من مكان المحور اللي يلزم القبضتين. فتحنا البرغي، حررنا البرغي، يبقى هذا المحور او الشفت تدفعه باي نفيس او اي معدن عندك توفر. انا بدي نحرر الذراعات، من تحررت الذراعات بعد أصبح الأمر سهل، مع سبرينج اللي يخلي المكواة مفتوحة الفم، نرفع على منضعة نخلي على كتر ونبدي نفتح الحاضن مع السلك اللي هو مرتبط برغيين فقط. فك البراغي ونعلي الغطاء، ايضا غطاء كليبس بي تدفع بدار نفيس، ساعي نفتح ونخرج المجموعة اللي تربط كيبل الكهرباء بالجهاز. هذه المجموعة هي مجموعة محورية، يعني على مود الجهاز شقد ما يدور السلك لا ينبرم. اكو منزلقات، منزلق يحضن البن المركزي بالنص سنتر، ومنزلق يحضن القطع الحديدية الخارجية او الواشر الخارجي. مثل ما نلاحظ قطعتين تكون سنتر تاب والبيرفرال. كل اللي راح نسوي بهاي الحالة مجرد انه نزيد الضغط على المحاور. هنا اذا تلاحظون اكو ليط، احنا نسميها بالعراقي ليطة او حاضنة، شو تريد سميها سميها.
مجرد أن نزير عليها أو نقلص حجمها أو نزغرها، هذا اللي يلزم المحور الخارجي وأيضا المحور الداخلي في سبيل لا تصير رخاوة ولا يصير سبارك. رجع الواير لمكانه، تأكد انه ثبت بإحكام، رجع كل شيء مكانه مثل ما كان، رجع الغطاء وشد البراغي. الآن نبدي عملية تجميع. أي شيء فتحته أخير شيء تشده أول شيء. عملية الشد تكون عكسية تماما للفتح. خلي الغطاء، خلي البراغي، طبعا هذا كاوية الشعر تجي هواي قدرات بيها، كل ما تكون قدرتها أعلى كل ما تكون كفاءتها أكثر ويكون سعرها أعلى. تستخدم لتسريح الشعر، طبعا الشعر الطويل شعر النساء السيدات وليس الرجال، لأن ما تنفع للشعر القصير. نقعد الفكين، نرجع السبرينج، نرجع المحور مكانه، حاول براحة، حاول شوية تحرك يمين ويسار إلى أن يجي بالمكان المناسب على مود يدخل بسهولة. ورويها هسه صايرة مود الرجال هم يعني يسوون شعرهم طويل، بدأ يستخدمه في صالونات الحلاقة مع الرجال. يلا يا خربانة، على قول الذكر الرجال، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني. بعد رجع المحور نرجع البرغي، طبعا اي برغي بلاستيك، الحاضن مالته بلاستيك، حاول قبل لا تشده ترخي يعني ترجع تفر عكسي الى ان تسمع كليك طقه والضبه. انا مدلت اكل سن جديد وينحفر البلاستيك. رجع الغطيات، وبهذا نكون اتممنا العمليه بنجاح. راح نجرب التشغيل ونشوف الجهاز. إذا عجبك الفيديو أو استفادت شيء جديد من هذا الفيديو اعطينا لايك، ولا تنسى دعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك بالقناة إذا كنت ما مشترك على مود توصلك كل الفيديوهات. وطبعا لا تنسون تفعيل زر الجرس، لأن الجرس يعطيك إشعارات بأي فيديو جديد ننزله. أي ملاحظات أي سؤال عندكم اذكروا لي بالتعليقات. للتواصل وياي روابط التواصل موجودات بقناتي، موجودات في حقل الأخير حوله، مكتوب حوله، تدخل رابط التليجرام ورابط الفيسبوك. أي سؤال عندك تريد تسألني
دز لي اياه على الروابط، لانه مرات يتطلب انه دز لي فيديو او دز لي صوره لان اليوتيوب ما يدعم. فالتواصل يكون عن طريق الروابط الخارجيه. لا الجهاز اشتغل بشكل صحيح وسليم ما بي اي شيء. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. الى اللقاء، تحياتي.